بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في كيفية إقامة حكومة 1,000,000,000 مسلم، وأن ذلك يتوقف على أسس. من تلك الأسس التوعية، التنظيم، مراعاة أصول الحركة العامة، السلام، والأساس الخامس والتي نحن بصددها لأجل حركة إسلامية عامة تنتهي إلى حكومة 1,000,000,000 مسلم بإذن الله تعالى. الاكتفاء الذاتي، وقد ذكرنا حول هذا الموضوع حلقات، والحلقة هذا اليوم حول أنه يجب صب كل الطاقات الإيجابية والسلبية المرتبطة بالشؤون الاقتصادية في الاقتصادية الوطنية الإسلامية، ومرادنا بالوطن الوطن الإسلامي. الإسلام فهو وطن واحد، والحدود والسدود والقيود كلها باطلة ويجب أن تزال. بغداد وطهران والقاهرة وكراشي والقرطوم وغيرها كلها مدن في بلد إسلامي واحد، كما ذكرنا ذلك في حلقات سابقة. معنى أن نصب كل الاقتصاد في الوطن الإسلامي معناه أن نراعي كل الجهات الاقتصادية بالنسبة إلى الإسلام وإلى بلد الإسلام. مثلا الاصطياف يجب أن يكون إلى البلاد الإسلامية، فإذا أراد الإنسان الاصطياف لم يذهب إلى بلاد الشرق والغرب، وإنما ذهب مثلا إلى شمال العراق أو إلى شمال إيران أو إلى الأماكن الجميلة والباردة من سائر البلاد الإسلامية، في إسلام آباد في باكستان مثلا أو ما أشبه من هذه البلاد، لا أن يذهب إلى بلاد الأجانب، فإن هذا أيضا يسبب تشجيع الاقتصاد الأجنبي وتحطيم الاقتصاد الإسلامي بقدره. وكذلك إذا أراد أن يجعل نقوده في بنك، أو أراد أن يحول أو يستورد أو يصدر أو يكفل أو ما أشبه، جعل كل ذلك في بنك إسلامي مرتبط بالاقتصاد الإسلامي الوطني، لا بالاقتصاد الأجنبي ولا ببنوك ربوية تجري عليها القوانين الغربية، فإن البنوك الربوية كلها تنصب في مجرى الاقتصاد الغربي والشرقي العالمي. أما البنوك الوطنية الإسلامية التي هي مستقلة فإنها تصب في كيس المسلمين أنفسهم. وكذلك إذا أردنا العلاج، مثلا في الكويت أردنا العلاج لمرض، أو في إيران أو في العراق، فلنذهب إلى القاهرة مثلا، أو لنذهب إلى كراتشي، أو لنذهب إلى بلد آخر هو بلد إسلامي للعلاج، فلا حاجة إلى الذهاب إلى لندن أو إلى نيويورك أو إلى أسبانيا.
أو إلى يوغوسلافيا أو نحو ذلك، فإن الطب عندنا أيضا لا بأس به. وحتى إذا قلنا إنه لم يصل إلى الطب في سائر البلاد، فهل معنى ذلك أن نترك اقتصادنا وطبنا وتشجيع أنفسنا لنذهب إلى بلاد الأجانب ونعطي لهم سمعة ونعطي لهم مالا ونستورد إلى بلادنا الاستعمار والاستثمار وما أشبه؟ التشجيع للاقتصاد الوطني، للعمال الوطنيين، للشركات الوطنية الإسلامية. فإذا مثلا كان عندنا بناء مطار أو بناء محطات قطار أو بناء دراجات أو ناس معامل أو ما أشبه، أو احتجنا إلى خبراء، فلنستورد الخبراء من باكستان أو من المسلمين في الهند أو من القاهرة أو من طهران أو من بغداد أو ما أشبه من البلاد الإسلامية، لا أن نستورد المستشارين والخبراء ومن إليهم من البلاد الأجنبية، أو نأتي بالشركات الاستعمارية لتبني في بلادنا، فإن كل ذلك استعمار واستثمار واستغلال وتحطيم للاقتصاد الوطني وتقوية للاقتصاد الأجنبي. وهكذا بالنسبة إلى هذه الأمور، وهي كثيرة وكثيرة جدا، الواجب أن نلاحظ ونراعي كل هذه الأمور. أما ما قد يقال من أن بعض تلك الأمور الأجنبية أفضل مما في بلادنا، فإنا على تقدير التسليم نقول: هل إذا كان ولدك غير جميل الشكل وولد الجار جميل الشكل تعوض ولدك بولده؟ كلا، فإنك تعيش مع ولدك وتحب ولدك. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، يجب جمع الأمور ومراعاة مجموع الأمور. فهل أن نذهب إلى تلك البلاد ونصب اقتصادنا ودعايتنا وما أشبه إلى تلك البلاد، هل هذا أفضل؟ أو شفاء مريض، أو بناء مطار، أو بناء محطة قطار، أو ما أشبه؟ المجموع من حيث المجموع يجب أن ينظر، لا بعض الأمور فقط. فهل من الخير أن يبقى إسرائيل في بلادنا ويقتل أبناءنا ويستحل دماءنا وينتهك أعراضنا ويتوسع على حساب الأراضي الإسلامية؟ هذا المجموع أفضل، لأنه كلما قوينا الاستعمار والاستثمار، وأنه كلما قوينا الشرق والغرب، كان معناه هذا. فإذا لاحظنا هذا الشيء أو تلك الأمور الجزئية، نقول بأنه يجب علينا أن نقاطع الغرب والشرق حتى لا يستغل الغرب فلسطين ولا يستغل الشرق أفغانستان وما أشبه في قبال الأمور الطفيفة الجزئية. وقاعدة الأهم والمهم قاعدة عقلائية يجب اتباعها، حتى أنه ذكر لي بعض الكبار الشيبة من مشايخنا وساداتنا أن في زمان المرحوم الثائر الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه، الذي نزع استقلال العراق من البريطانيين لقلة عدده وعدده وكثرة عدد وعدد البريطانيين، أنه كان حرم ركوب السيارة، وكان يقول إن ركوبكم للسيارة يشجع استيراد السيارة إلى العراق، واستيراد السيارة إنما يكون من بريطانيا. فمعنى ذلك أننا نشجع البريطانيين اقتصاديا وتجاريا في
في وقت هم يحاربوننا ويقتلوننا ويسفكون دماءنا ويستحلون أعراضنا وبلادنا. ولهذا المتدينون لم يركبوا السيارة في أيام الشيخ محمد تقي الشيرازي إلا من سولت له نفسه من عملاء الاستعمار أو الذين تأثروا بالدعايات الاستعمارية. وإلى هذا الحد الشيخ محمد تقي قاطع البضائع الأجنبية بحرمة ركوب السيارة لأنها تشجيع للاقتصاد الأجنبي المحارب للإسلام والمسلمين. وقصة تحرين المجدد الشيرازي سيد محمد حسن الشيرازي رحمة الله عليه تحريم التنباك كان لأجل هذه الغاية. كان يقول: إذا استعملتم التنباك قوي الاستعمار في إيران، فقاطعوا التنباك حتى يطرد الاستعمار من إيران. الإيرانيون جزاهم الله خيرا استجابوا إلى ندائه فقاطعوا التنباك مقاطعة غريبة، حتى أنه نقل لي بعض علمائنا الكبار أنه أغلقوا الدكاكين في إصفهان وشيراز وتبريز وغير ذلك مدة 6 أشهر. يعني أن الناس مدة 6 أشهر في اضطراب في مظاهرات فيما أشبه، حتى أنه تمكنوا من طرد الاستعمار البريطاني عن بلاد إيران ورجعت إيران إلى استقلالها، حيث أن الإنجليز أرادوا بسبب التجارة الاستيلاء على إيران كما استولوا بسبب التجارة على الهند تحت عنوان الشركة الشرقية الهندية البريطانية. وكذلك أرادوا استحلال العراق بسبب شركة البصرة البريطانية، حيث فتحوا شركة في البصرة، وكان ذلك منفذ استعمارهم إلى البلاد. فتفطن له المرجى الكبير وحرم التنباك تحريما لا هوادة فيه حتى تمكن من إخراجهم من البلاد. ومن قبيل ذلك قصص من جملتها: لما جاء الفهلوي الأول إلى إيران، يعني أتى المستعمرون بالفهلوي الأول إلى إيران، وهو كما نعلم رجل من جرجستان روسيا، وهو أرمني وليس بمسلم وليس بإيراني، وإنما أظهر الإسلام كذبا وخداعا. وعلى كل حال القصة مشهورة، لما جاءوا بهذا الرجل إلى إيران ليستعمروا إيران من خلاله، قاطعه العلماء وقاطعوا كل شيء مرتبط به، حتى أن أحد العلماء الكبار في تبريز وهو آية الله الشيخ صادق رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب المشتق وغيره، هذا كان مرجع تقليد في ذلك اليوم، وكان زعيم الحوزة العلمية وزعيم المسلمين في نواحي أذربيجان. هذا الرجل وهو معروف في هذه الصفحات بالميرزا صادق غاية تبريزي، هذا الرجل رحمة الله عليه حرم الذهاب إلى الحج حتى للمستطيع، وعلله بأن الذهاب إلى الحج معناه أن الفهلويات تمكن أن يدخلكم تحت أغلال الجواز والشناسنامة والتذكرة، وهذا ما لا يجوز، إذ لا يجوز للمسلم أن يضع القيود على يديه ورجليه، فإن الله سبحانه وتعالى قد نجى المسلمين من الأغلال في قوله تعالى: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكانت في تلك الأزمنة أوائل ما أراد المستعمرون بسبب الفهلوي إدخال إيران في أغلال التذكرة والجنسية
والهوية وما أشبه. فحرم الميرزا الصادق آغا التبريزي رضوان الله تعالى عليه أن يرتبطوا بالاستعمار البريطاني الفهلوي ولو للذهاب إلى الحج، وقال إن المسألة من الأهم والمهم، فالذهاب إلى الحج مهم وواجب، أما تقوية الاستعمار وتقوية أملائه في البلاد فهو من أغلب المحرمات، وهذا المحرم يوجب سقوط الواجب وهو الحج، كما هو معروف عند فقهاء الإسلام في قضايا الأهم والمهم. وإلى هذا الحد هؤلاء العلماء الأخيار الأبرار الذين كانت لهم نظرية بعيدة كانوا يحرمون تقوية الاستعمار اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا أو قانونيا أو غير ذلك. وقد حدث لي بعض من أثق به ممن كان في إحدى العواصم الإسلامية ولا أحب أن أسميه، قال هناك الأرامنة بقلة موجودون، بينما الأكثرية للمسلمين، الأكثرية الساحقة يعني أكثر من 99% مسلمون، وأقلية شاذة هؤلاء أرامنة. قال هؤلاء الأرامنة يشتغلون في مختلف الأشغال كالعطار والبقال والبزاز والصاحب المكوي وما أشبه. قال إن هؤلاء الأرامنة المبعثرون في هذه العاصمة إذا عندهم حاجة يأتون إلى دكان صديقهم ولو قطعوا 20 أو 30 كيلومتر، ولا يشترون من المسلم الذي هو إلى جوارهم. قلت سألناهم لماذا تعملون هذا العمل وهذا يجب صرف المال لأجل الذهاب والرواح والمجيء ويصرف السيارة في من عندهم سيارات خصوصية ويصرف البنزين وما أشبه؟ قال نعم كل ذلك صحيح، لكن تقوية أنفسنا وصب اقتصادنا في كيسنا أهم من كل ذلك. ولهذا كان يقول مثلا ترى العطار الأرمني وإلى جانبه عطار مسلم، العطار الأرمني مزدحم عليه من تلك الأرامنة، بينما العطار المسلم لا يمر على دكانه إلا وحدات أو أفراد أو ما أشبه. إن هذا المنطق وهذه الفلسفة تقوية الاقتصاد لأن يكون الربح في كيس المسلمين ولا يشجع المسلم الاقتصاد الأجنبي من طرق نجاتنا من المستعمرين، وما ذلك على الله العزيز أن يوفقنا لمثل هذا العمل، وهو الموفق المؤيد المستعان. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك القادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.